صبريار. اهلا وسهلا بكم في صبريار. قال لك ربحنا وما ترشحناش يا جماعه. اي بكاكي ربحنا وروحنا لامينا 4 نقاط وبلانا صباتي. حتى التوانسه الكل البارح قال لك مش عارفين التوانسه الناس كل مش عارفه تفرح ولا تحزن شيء. نفرحوا بالانتصار ولا نحزنوا لعدم الترشح. انتصار مهم ضد فرنسا ما ترشحناش. العباد خارجه من القهاوي يسالوا في بعضهم اش نعملوا توا، نندبوا ولا نزغرتوا ولا كيفاش بالضبط، نزمروا ولا نمشيوا نزمروا ولا... يا ولادي فسروا لنا، رابحين ولا خاسرين ولا الاثنين في نفس الحين، نقعدوا واقفين ولا نمشيوش ما نجيوش ولا نعيطوا بشويه ولا كيفاش. العباد دخلت بعضها البارح راهو ربحنا وما ترشحناش، هي كيفاش؟ خرجنا الحصيل ناكلوا في صوابعنا بالفرح، هكاك خرجنا فرحازينين. حتى 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 في البرامج الرياضيه نتاع التلفزه البارح حاروا شكون يجيبوا كرونيكوريت البارح؟ شي قال لك نجيب كرونيكوريت نتاع التبندير ولا نتاع التغريد؟ ما هو كل مرحله وكرونيكوريت راهو. الامور منظمه راهو. والبارح من المرحلة مخضرمة شوية قعدوا حايرين ولا وش عملوا؟ ولا كلموا المستشهر قالوا له خويا انت خويا مولا نصبة طماطمك جبنك هريستك مايونازك كلنا خويا شكون تحب يجي يدلل بهم غادي كاين؟ لا حيرة بصراحة. شنو هي؟ تجي طل من اليمين تلقانا ربحنا، تجي طل من اليسار تلقانا ما ترشحناش. حتى وديع الجري قال لهم تحبوا انتصار من غير ترشح ولا ترشح من غير انتصار؟ قالوا له نحبوا انتصار وترشح مع بعضهم. لا قال لهم كيكا لا انتصار وترشح هذه يلزمها مده انتخابيه اخرى كسهر ربي. ما قال لك خروج مشرف. والله خروج مشرف جاي. قال لك النسور تحلق في سماء مطار حماد الدولي. وما قال لك السعوديه ربحت الارجنتين وتونس ربحت فرنسا في الدوزيام تور تقابلوا في المطار. حتى نجله بودن قالوا له يا سيد الرئيس الحكومه رانا ربحنا فرنسا اما ما ترشحناش. دونك كيفاش قتلهم؟ دونك نزيدوا في الاسعار في الاسعار كوميم نو. اما غلبه، لا والله غلبه كبيره برجوليه. كنا على قاب قوسين اودنا راه يعني نتعادلوا مع الدنمارك ونربحوا فرنسا وما نترشحوش الديزيم تور. هذه هي نتاع نحبك كما كي خويا. هذا الكل راه بسبب طرح استراليا اللي خاسرين فيه واحد بشيئين. شوف الغلبه. أنا من الغلب كان يعرضني كونغورو توا في الشارع لما نصرفكو مش تنجيبو في المسرح البلدي غاديك، نعملوه مشوي غاديك، ولذا اسمع يبعدوني قلت الكونغوروات المدة هذه خير لهم شيقها راهو. أما عملنا حاجة إيجابية راهو. أما هوكا على الأقل أعطينا دفعة معنوية للتوانسة اللي عايشين في فرنسا. على الأقل رفعنا لهم روسهم. انا عندي صاحبي انجينيور في فرنسا قال لي اليوم جيت روتار للخدمه، المدير فرنساوي احشم حتى باش يحكي معايا. التوانسه داخله تدز في صدوراتها اليوم صباح في فرنسا يا راجل، شبيك ربحناها واحد شيء. تونسي قال لك يخدم في فرنسا، جاء عرفوا الفرنساوي قال له يا اخي البارح ما خدمت شيء، قال له البارح خدمت واحد بشيء. يا اخي عرفوا اللي يبكي ويبصح صح عليك، قال له صح عليك ما راكم غرتوا علينا البارح في بوتو غريزمان راهو. يا راجل قال له يا اخي فرنسا غارت علينا شويه، هي جات على بوتو تعادل تبارا برك يا راجل. اما دخلت بعضها في الفيسبوك البارح في الليل راهو، فيسبوك دخلت بعضها. حتى عندي واحد صاحبي وطني للكرومه كلمني البارح عقاب الليل يبكي ابشر، قال لي ابشر تونس باش تترشح للدوزيام تور. كيفاش؟ قلت له باش ترشح؟ قال لي ما هو جورات استراليا عدوهم على التحليل وطلعوا فيهم 5 جورات متعاطين المنشطات. بشوي ساعه قلت له بشوي، هما متعاطين المنشطات ولا انت متعاطي المخدرات؟ هما قال لي هما وهو باش يبعثوا لهم فرقه من الجورجاني باش يبحثوهم ويقصيوهم من المونديال وهكا تونس ترشح للدوزيام تور. ومنين ليك؟ قلت له الخبر. قال لي قريته توا في صفحه توانسه للعنكوشي على الفيسبوك وزيد بارتاجيتها الصفحه نتاع نقابه امنيه وحكاوا عليها زوز نساء قدام حماس الحومه، يعني قال لي الحكايه رسميه بالطبع. والله قلت له تو نصرفك باللي في ساقي تو نفش فيك غلي، قلت له تو نعكسك انا بجاه ربي. اش بيك؟ قال لي هاو ثم اعلاميين ومشاهير يبارتاجيو في خبر تعاطي ملاعبيه استراليا للمناشطات وباش يعديو مع التحليل. والله قلت له الابجل اللي يعديو المشاهير هذو مع التحليل مش الكورجي. هيا ان شاء الله السوق الجاي يا جماعه. والله اي وعودوا الى همومكم يرحمنا ويرحمكم الله. وحال الكوره راهو من حال البلاد، كل ما جينا فرحه ما نفرحوهاش. كان الشهريه تصبت وما صرفناش، كان ثوره نجحنا وقعدنا بلاش، كان انتخابات ترشحنا والصندوق ما انصفناش، كان محاربه فساد
خدمنا الملفات وما شديناش، كان 25 جويلية زمرنا وما ربحناش حتى في كأس العالم، ربحنا فرنسا وما ترشحناش، وأنا هاني صابر برا.